احتجاجات طلابية تتمدد من جامعة لأخرى داخل الولايات المتحدة ترفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، أعلنت عن تصعيدها للاحتجاج بأشكال مختلفة رفضاً للدعم الأمريكي الذي يقف مع الاحتلال مرة بالسلاح وأخرى بالمال والفيتو الذي يسمح لإسرائيل باستخدام القوى المفرطة ضد المدنيين. في مخيمات أعلن مئات الطلاب من جامعات بنيويورك وكاليفورنيا وكولومبيا ومينيسوتا اعتصامهم حتى وقف العدوان، ما أعاد لأذهان الأمريكيين تلك المظاهرات التي اشتعلت في الجامعات في الستينيات وتسببت في وقف الحرب الأمريكية على فيتنام. التوترات أربكت عمل الجامعات، ففي كاليفورنيا أغلقت السلطات حرم جامعة كالبولي هامبولت بعد أن احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مبنى في الحرم الجامعي. أما في جامعة مينيسوتا في سانت بول أزالت الشرطة أحد المخيمات بعد أن طلبت منها الجامعة التحرك، مشيرة إلى انتهاكات سياسة الجامعة وقانون التعدي على ممتلكات الغير. ورغم سلمية الاحتجاجات والتزام منظميها بالتظاهر داخل حرم الجامعات، ألقت قوات الشرطة القبض على أكثر من 120 محتجاً في حرم جامعة نيويورك، وقالت إن سلطات الجامعة طلبت المساعدة. وفي جامعة كولومبيا، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 طالب، كما ألغت جامعة نيويورك حضور الطلاب في محاولة لنزع فتيل التوتر في الحرم الجامعي. مزاعم معاداة السامية خلال الاحتجاجات كانت محور اتصال هاتفي بين نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وقال البيت الأبيض بعد المكالمة إن نائبة الرئيس استنكرت ما حدث في المظاهرات وشددت على التزامها والرئيس جو بايدن بالتنديد بها علناً، فيما أكد المنظمون رفضهم كل أشكال الكراهية والتعصب والمزاعم التي تحاول تعطيل التضامن مع القضية الفلسطينية. احتجاجات هنا وهناك، وآلة الحرب الإسرائيلية تصر على جرائمها مهددة بمزيد من الدماء حال اجتياحها لرفح الفلسطينية التي تحوي أكثر من مليون نازح بعدما أعدت خطتها التي لا ينقصها إلا الضوء الأخضر الأمريكي.